ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. الخريطة الذهنية لسورة المطففين. تنقسم هذه السورة إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الأول وهو يتكلم عن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لما يكون له حق في الشراء أو حق عند الآخرين يأخذ حقه كاملا غير منقوص ولا يسامح ويتشدد مع الناس. أما إن كان هو يعطي الحق فإنه ينقصه ويبخسه للناس، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في ميزان فؤهوت، لما يجي يستفي حقه كاملا غير منقوص، ولكنه في أداء الحقوق يبخس الناس أشياءهم. هذه الآية تنسحب على هؤلاء الذين يزنون أو على تقاضي الحقوق أيضا، يعني الرجل الذي يتشدد مع زوجته ويأخذ حقوقه كاملا غير منقوصة ولا يسامحها ويتشدد معها ولا يعطيها حقها، هذا يعتبر مطفف. وأيضا صاحب العمل الذي يستوفي حقه كاملا مع الأجير ولا يعطيه حقه يعتبر أيضا مطففا. ومسائل الحقوق عند الله عز وجل مسألة عظيمة جدا، وربنا عز وجل يقول ويل للمطففين، أي الويل والهلاك لهم. ظلم الناس عند الله عز وجل أبشع بكثير جدا من ظلم الإنسان نفسه في حق الله عز وجل. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم معه ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات مثل الجبال. شفت معه حسنات كثيرة جدا مثل الجبال، طب كيف يكون مفلسا ومعه حسنات مثل الجبال؟ ولكنه إيه؟ ظلم الناس، وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته
حتى تنفذ نفذ انتهت الجبال، ثم يأخذ بعد ذلك من سيئاتهم ثم يكب على وجهه في النار. والذي يأكل حقوق الناس هذا أمر بشع وهذا أمر فظيع، ولذلك ربنا عز وجل يقول ويل للمطففين، ونرى في الصورة نار هكذا، والويل أي الويل والعذاب والنكار لهم، وهذا تفظيع وتشنيع لأمرهم. ثم يقول ربنا عز وجل لهؤلاء ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالله سبحانه وتعالى يبعث الناس يوم القيامة ليستفي الحقوق، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ربنا عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هو يوم القيامة سمي بيوم القيامة لماذا؟ لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين للحساب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بين العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. المقطع الثاني، وإحنا قلنا في القراءة الذهنية مهم جدا أن نربط بين المقاطع. المقطع الثاني يقول ربنا عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. طب وما علاقة الأول بالثاني؟ هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس ويبخسون حقوق الناس ربنا عز وجل وضعهم تحت مظلة الفجار، فهذا هو الفجر بعينه، كما قلنا إن ظلم الناس أبشع بكثير عند الله عز وجل من ظلم الإنسان في حق ربه، لذلك كانوا من الفجار. هؤلاء الذين يأكلون حقوق الناس هم من الفجار. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرؤ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك، يعني عود من مسواك، يعني عود المسواك البسيط ده مجرد الإنسان يعني يأخذه من بغير حق وهذا هو التطفيف، فإنه يحرم عليه الجنة وتوجب له نار جهنم والعياذ بالله. فبنربط بين الجزء الأول والجزء الثاني أن هؤلاء الذين أكلوا حقوق الناس يعتبروا عند الله فجار، والفجر والعياذ بالله هو التمادي في الإسم المعصية، والتمادي فيها يعتبر فجرا. فيقول ربنا عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذه المظالم التي وقعوا فيها هي مكتوبة عليهم، وإن كتابهم لفي سجين. سجين جاي من السجن، يعني المبالغة في السجن، مثلما نقول يعني سكير من صيغة فعيل. هذا السجن يدل على الضيق ويدل على السفول وعلى النزول، لأنها نار، هذا شيء قبيح، هذا الذي أكله هذا شيء قميء وقبيح، فهو مكتوب عليه. وكتاب الفجار في سجين، وهو كما ذكر في التفسير إنه بئر في قاع جهنم، وبعضهم قال أنه شيء ضيق كالسجن، ضيق وهو يعني سفلي منخفض منحدر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم، يعني إيه بقى؟ يعني كتاب لا يتغير منه شيء، مكتوب ومحدد لا ينسخ ولا يمسح منه شيء، فهو مسجل عليهم. ثم يقول ربنا عز وجل الذين يكذبون بيوم الدين. هؤلاء الفجار ما الذي حملهم على الفجر؟ هو عدم الإيمان بيوم الدين. والحقيقة أن بعض الناس الآخرة ليست في حسابهم تماما، ولا الله سبحانه وتعالى يعملون له أي حساب، ربنا ليس في حساباتهم بالمرة، يأكل ويظلم ويستبيح حرمات الناس ويتطاول في الإثم والعدوان. فربنا عز وجل يقول لهؤلاء ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. اعتداءهم على الناس وظلمهم وأكل حقوق الناس هؤلاء حملهم على التكذيب بيوم الدين. الحقيقة التمادي في المعصية والتمادي في الإسم هذا يسود القلوب كما وضح الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهؤلاء يستهزئون بآيات الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذه خرافات، هذا القرآن خرافات، وهذه الآيات خرافات، إنها أساطير لها أخبار قديمة وهي خرافات. ولكن الحقيقة يقول ربنا عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب شيء هام جدا الحقيقة. يقول ربنا عز وجل هذه المعاصي التي اقترفوها هؤلاء الفجار تكالبت على قلوبهم
وأظلمت قلوبهم. فالمعاصي والعياذ بالله لما تزداد على القلب إنها تغلق القلب وتحول بينه وبين النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم عن القلوب: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول ربنا عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه المعاصي التي ارتكبوها إنها طمست على قلوبهم وحالت بين قلوبهم وبين النور، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إلى وقت قريب كانوا يعلمون أن القلب وظيفته هو ضخ الدماء وتنقيتها فقط، ولكن الحقيقة في حادثة حدثت في أمريكا، إن امرأة عملوا لها تغيير في القلب، عملوا لها عملية تغيير القلب، والحقيقة بعد لما تمت العملية كانت بتشوف أحلام وبتشوف يعني بتنزعج من النوم من أحلام مفزعة جدا، وتتصور أن الإنسان بيقتلها، والإنسان اسمه معروف ومكانه معروف وعنوانه معروف، ولما تكرر الأمر ده وبلغت الشرطة يعني اتضح بقى في حاجة غريبة جدا، إن الإنسان المقتول اللي هي أخذت قلبه هو تعرض لجريمة قتل واختفى القاتل، ولكن القلب سجل في الذاكرة أوصاف وملامح ومكان واسم هذا الشخص وقبضوا على الجاني. وقتها طبعا صدرت تعليمات الجهات الطبية في أمريكا إن هم يبحثوا في مسألة القلب دي بشكل أكتر، فوجدوا بقى معلومات خطيرة جدا بتؤكد الإعجاز العلمي للآية القرآنية العظيمة: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجدوا بقى المعلومات الجديدة بقى إن القلب ده هو مركز الإحساس ومركز المشاعر، وفي 40 مليون خلية فيها الذاكرة، وفيها يعني قالوا في الآخر أن القلب هو الملك أو هو السيد للجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هنا هو الملك. فهؤلاء من معاصيهم وجورهم وظلمهم وتعديهم على حدود الله سبحانه وتعالى وأكلهم حقوق الناس بالباطل، طمس الله على قلوبهم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم تكون العقيبة بعد ذلك أنهم محجوبون بظلمهم، محجوبون عن الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. ده العذاب الإيه؟ المادي. والعذاب المعنوي: ثم يقال لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون